عليه أفضل الصلاة والسلام. والله يا جماعة الخير كنت متردد أحكي ولا ما أحكي، بس ياسمينة الحلوة قالت لي أحكي. أحكي؟ آه؟ إيه؟ إيه معلوم يحكي الحكواتي بيحكي. أنا كنت متردد لأنه ما كانش عندي دافع إني أحكي بعد ما صار اللي صار، بس لما شفت العرب كثار قلت لازم أحكي. فقلت شو قلت يا جماعة؟ قلت يا رايح صوب بلادي دخلك وصلني السلام، وصل للقدس العتيقة ريحة الشام وللناس.